المحسن الرياضي الذي تنظمه جمعية المرأة إنجازات واعية. تنطلق اليوم الاستعدادات على قدم وساق للمحسن الرياضي في دائرته الثاني عشر لسباق المصري الرياضي. جمعية المرأة إنجازات واعية التي تترأسها السيدة سهى الدوان مشكورة على مجهوداتها اليوم في طواره الثاني عشر تحت شعار جميع مشتتين الذي يحظى بالرعاية المولوية الإسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحضور ديالكم والدعم ديالكم لأنه دائما كنت نقولها لما كنت يعني ممارسة رياضتي المفضلة يعني بالإعلام وبالإعلان على أنه تنوصلوا المعلومة وتنوصلوا النتيجة. فلهذا سباق النصر مدين لكم بكل ما سديتوه لي هذه مدة 13 سنة. يعني لما نجحنا وقدينا على أننا باش ننظموا سباق النصر في هذه الدورة هذه فهذا يعني في حد ذاته إنجاز بالنسبة لي نحن كجمعية، لأن كنا متخوفين على أنه من بعد التوقف ديال 3 سنوات على أننا كيفاش غادي نباشروا كيفاش غيكون يعني لو ميساج يوصل للنساء يعني عبر جميع انحاء المملكه، ولكن الحمد لله لو ميساج ديالنا وصل حتى خارج ارض الوطن. فلهذا تنتوقعوا لانه غتكون واحد المشاركه يعني مكثفه بالنسبه للنساء في العمريه ما 13 سنه الفوق، يعني من 13 سنه الفوق المسافه 8 ديال الكيلومتر هي 7 ديال الكيلومتر و800، ولكن حنا تنقولوا 800 لانه 8000 8 ديال الكيلومتر عفوا، باسكو بالنسبه لنا شيء طبيعي لانه الانسان يتمشى واحد 7 كيلومتر و8 يعني سي على بورتي دو تو الموند، الكل يقدر يتمشى او يجري 8 ديال الكيلومتر. اختي نزار في هذه السباقات ديما تديري بعد التكريم شي ابطال ولا فنانين ولا شي حاجه واش هذا واش نعم غادي يكون نعم غادي يكون تكريم بعض الابطال وبعض الوجوه الرياضيه يعني اللي برزات. نخليو لا سوربريز حتى لحد ان شاء الله. مزيان تبقى الناس اللي غادي يشاركوا في الماراثون اللي غادي نقول بالنسبه للنساء هو دابا ماشي ماراثون ولكن سباق ديال 8 كيلومتر. الرساله موجهه مثلا جوج غير النساء باسكو يقدر يسمعنا واحد الراجل ويبلغ لمراته ولا بنته على انه راه كاين سباق اللي غادي يتنظم في مدينه الرباط في شارع النصر مع 10 ديال الصباح مفتوح للجميع. فلهذا يعني ما فيهش المنافسه اللي بالنسبه لنا الهدف هو الكثافه ديال المشاركات ونوصلوا للمراه على انه الاهميه ديال الرياضه بالنسبه للصحه ديالها وكذلك بالنسبه للفتيات. الرياضه شيء مهم لما لا يصبحوا بطلات بعض الانواع اللي هما تيختاروها انطلاقا من شارع النصر مرورا مع شارع مصر باب الحد باب العلو لا مارينا نرجعوا مع شارع الحسن الثاني وكذلك شارع محمد الخامس نرجعوا لشارع النصر يعني نفس المدار لانه مدار من اجمل الشوارع ديال مدينه الرباط. لا ماشي كله غير بعض الشوارع ديال مدينه الرباط. باكيد لانه في الشارع لما تنتلاقى بالنساء تيقولوا لي احنا فرحانين لانه سباق النصر رجع ان شاء الله. محمد نعمان الكاتب العام لجمعيه المراه انجازات وقيم. قلت بطبيعه الحال ان الدوره 13 هي دورة أولا ديال العودة، دورة اللي كترجعنا أننا نتلاقاو مع الفئات اللي كتشارك معنا. فبطبيعة الحال النساء خلال السنوات الماضية كانت اتصالات وكانت تساؤلات على هذا، ولكن كان الجواب على أنه الظروف الصحية لم تكن مساعدة. هذه السنة هذه الحمد لله تنرجعوا وأكيد أنه الرجوع سيكون بقوة من خلال الاتصالات اللي كاينه ديال النساء، من خلال التجند ديال الاخوان ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والتسجيلات اللي غاديه في المؤسسه التعليميه بطبيعه الحال، الجمعيات كذلك النسويه اللي كتعامل مع الجمعيه سواء من مدينه الرباط او من خارج مدينه الرباط، فكاين اتصالات بطبيعه الحال. كذلك اللي كيخلي ان هذا التدهور ان شاء الله كنت تنتظر انها تكون في المستوى وهو التجربه اللي اكتسبتها الجمعيه خلال هذا يعني من 2008 للان، وان شاء الله ما يكون غير يعني المستوى الراقي، خاصه وان ما كاينش واحد الضغط ديال النتيجه ولا واحد الضغط ديال الرتبه الاولى والثانيه، بالعكس هو غير واحد الرساله على انه المراه خاصها تمارس الرياضه خاصها تطلب الصحه ديالها. والوقت اللي كنقيسوا المراه فبطبيعه الحال تنقيسوا حتى الابناء ديالها، فاذا كانت المراه تمارس الرياضه فبطبيعه الحال تيكون لها اثر على الوليدات ديالها، وهذا هو الفغي ميساج ديال التطور. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.